صناعة الدواجن تأثرت سلبيا لظروف مهمة جدا. نمرة واحد زيادة تكلفة العلف، نمرة اتنين عدم توفره باستمرار، نمرة تلاتة الظروف المناخية القاسية البرد أدت إلى خروج المربين الصغار، وبالتالي الإنتاج المينيموم على الأقل من بقهم 40%، وبالتالي ابتدى يبقى العرض الطلب أكتر من العرض، ابتدى الأسعار تعلى. فإذا كان لابد أن ندخل بآليات السوق ونجيب الفراخ بحيث تهدأ، واحنا بنجيب كميات اللازمة. وطبعا داخلين على رمضان كان مهم، وده كنا مرتبينه من الأول، سواء كانت الأسعار تغلى أو لا، دايما في رمضان بنزود المعروض من الفراخ، وبالتالي الموضوع كذا وليس له أي تأثير، ليس له أي تأثير على المنتج.